لأن نقول التمشي هذا في اللي غبخيز علاش؟ يعني عندك نظرية اليوم ناخو غنية ناجحة مسموعة ناجحة يكون مضمون نقدمها خير برشا من اللي نعمل مغامرة ناخو كلمات غالين ناخو ألحان غالين وأنا مرتاح. قل لا ديش عامل من ربريز، أنا عامل زوز ربريزات هكاو أي هكاو هذيك الحكاية كل معناها من أكثر من 100 غنية عامل دو ربريز معناها عملت جيت نعوم عملت هذيا سيتو ما بيناتهم عام وشوي ويا صاحبي أما يا صاحبي عامل فيها صاحبي كيف؟ لا مش ربريز عاد هذيك مش غنية تراث لكن نحكيو على لي ربريز غنية تراث هذوكم نشد مجهودي أنا ومفكري أنا ونعملوا ري أرونجمون فكرة أخرى هذيك خديتها كادو وحكينا فيها ديجا أي أنا نحب التوضيح ثلاثة أنا نحبها بيرسونيل مون والغنية مش معروفة في المزود فهمت؟ وكا هو حبيت تغنيها مع المزود حبيت نغنيها انا كفنان شعبي نعطيها كيفاش انا حسيتها بوان لين لكن يقول لك وليد الاعادات هذه في العاده تكون هي الخطوه الاولى انت اليوم عندك اكثر من 100 اغنيه عندك نجاحات عندك اغاني مسموعه يقول القائل نكمل في التوجه نتاعي نكمل في اغنيه ما فهمش علاش ناخذ فتره ونعمل اعادات عادي لا عادي عادي ما نخممش غادي انا عادي الاغنيه حلوه وجاتني فكرة أني نعطيها ما نخرجهاش من الحلاوة متاعها نعطيها نظرتي للموزيكا كيفاش نجم تكون طبعا معناتها مشكورين الموزع وسام عفلي والمخرج أحمد الجريدي تصور هكاك تصورنا كيفاش خرجوها الأغنية وخرجت تو سامبلومون على ذكر احمد الجريدي بدلت المخرج في العاده تخدم برشا مع حسام ساحر علاش بدلت علاش كلمه بدلت هكا عدل لي انت ميسالش ما نعدلكش انت توا تشيتن معايا وانا ما نحبش نتشيتن معاك صاحبك عدل لي اي مش بدلت هي تنويع التجربه هذا هو تنويع التجربه وكاو حسام خويا الكبير هذاك وانا خاطر حسام جيت بعديك باش تبدا فاهم انت اي نعم خاطر انا واخذ قرار ما عادش تعدى في حتى ميديا نحيي حسام يسمع فينا سلام عليك يا حسام ان شاء الله ديما هكا حسام كل فنان حبش نكلمه حسام باهي الاغنيه اذا كان غلط مره اخرى صلح لي تبدو لي ماهيش ذكوريه معناها ماهيش من نوع الاغاني اللي يغنيهم راجل لانه تقول هز عيونك راهم شبوا فيا مباركه هلو خي اي كلم في مباركه راجل يكلم في مباركه ذكر هاك انت فاهم هي تراث قفصه هكا ولا تراث الجديد تقسيم جاء من بعد قفصه وحدها وتزر وحدها الارقام راضي على نسب المشاهده الحمد لله هز عيونك حد البارح ظهر لي 322 الف شيطان عاودتها بعد مده طويله برشا بعد 8 سنين مش عاودتها هي ما تسجلتش كومبليتمون غنيتها لايف هي نجحت لايف شيطانة نجحت عندي لايف اللي سواري 8 سنين برشا من بعد وقت اللي جيت باش ننظم اموري في الديجيتال مشكور ياسين الصامت باش نخدموا خدمتنا ديجيتال ما تبدا امور مريقله يلزم الغناء نتاعي الكل يتحط في الشان فهمت باش نجموا نلموا لي فان نتاعنا سيت سويت هكا معناتها طلبوا مني باش نسجلها ونهبطها كليب يا اخي يلزمني نسجلها بالضبط والنتيجه صورتها 685 الف لان اغنيه محبوبه برشا سافا قاعد تخدم برشا على الديجيتال تعرف اللي هو المستقبل عندك هاجس الارقام وليد وقت اللي تهبط موزيكا تحسب التكتك تقول هذه لازمها في نهارين توصل مثلا 300 الف ولا لا تقول انا نعمل في موزيكا للموزيكا انا لا تعمل حساب اللي نومبر مش انا ياسين اللي لعب الديجيتال هو اللي فاهم روحه باش يبدا ساتيسفي بخدمته يعرف الارقام اللي يمكن تحطه في النيفو الاولى وجع لي ما تبقى انا لا عندك هجز المليون لا قول هذه غنيه حلوه صرفت عليها برشا هي غنية حلوة ككلمات وكلحن وكأديتها المفروض توصل للمليون لا مش توا هذا مش توا هذا توا مثلا ليزوبجيكتيف باللولويات الأولوية الأولى نكبروا في ليزابوني وقت اللي توصل للهدف نتاعك من ليزابوني في الشان وقت تسيي سيبا ما عادش تلوج على ليزابوني تولي تحسب في الملايين اللي تحكي لي فيهم من ضمن الاستراتيجيات باش نوصلوا للأرقام الكبيرة هذه في المدة الأخرى فما الموضة لفيت كونه نربح من جمهور هذا وجمهور هذا باش نكبر انا الارقام عندي وعنده ونربحوا الاثنين من 5 شهور تقريبا وليد حكيت على فيت مع رابر ايه وين حاضر وعلاش ما هبطش على خاطر الوضعيه نتاع الكوفيد هذه
باركونتر هاك تهبط حاجات أخرى. حاضرة زاد هذيك. هذه جات حاضرة هبطت. الفيت قعدت ناقص كان التصوير نتاعي أنا كا. مع شكون؟ زيد باش نقول عليه. علاش؟ بما أنه حاضر الفيت سبب. حتى ساعة نصور ساعة كي نصور ويبقى هو اسمه حاضر من الصفوف الأولى. أي من الصفوف اللي فكت بلايصها من الأولى. باهي صغير هو في العمر ما يفك بلايص. هكا نعملوا فزوره نعملوها مسابقة من بعد على الباش. ماهوش مقيم في تونس هاني عطيتك. ماهوش مقيم في تونس. هكا نقطة ورجع للستار. ماستر سينا. ما نجمش نقول لك حتى حد. باهي اللي فيت هذوما فما دي فيت ما هماش مشروطين، يعني ناخذ الرابر كيف ما هو بالراب الجارح نتاعو بالكولتور هيب هوب وانا ناخذ البارتي نتاعي نقول فيها اللي نحبوا القوالة نتاعي. وفما شكون لا يقول لك لا لازم نتقاربوا في الافكار، تنحي لي الكلام الحرش، تنحي لي منطق البلاد هذه ما عطتني حتى شيء ومهم نحرق وهني جبت فلوس وكذا. انت وين من هذم الاثنين وليد؟ انا مع نطرح اي كلام، اي كلام بالحق حتى لو كان احرش. لا كلام زايد لا وكا مع احتراميتي للي يلقى روحه ما نجم يعبر كان بالكلمه هذيك، مع احترامي ليه. انا بالنسبه لي لا، اما اي موضوع تتخيله في راسك يلزمه يتقولب ويتغنى سيتغنى يتقال ما يتكسرش راسك. باهي اللي فيت هذوما زاد ولاو يخضعوا القوانين، من ضمنها تستدعاني على الشان نتاعك، من بعد انا نستدعك على الشان نتاعي، او الاعلى نجوميه اللي اعلى ارقام يخلص دونك الثاني. موافق المبدا هذا كون وانا ندفع فلوس الفنان باش نتعاونوا في فيت ومن بعد ناخو انا فلوس على فنان باش نعمل فيت عليا انا كوالد صالحي؟ اي انا ما تتنجمش لا تطلب علي لا نطلب عليك. يعني ما تتنجمش يعني انت توا هي بالنسبه للاستراتيجية معناتها صحيحه ومعناتها وتصير ويلزمها تصير. مع شكون؟ مع اللي ما عندوش اسم ما عندوش كارير سيرتو كارير. الاسم ينجم دونك يدفع فلوس، نجم تكون وجه معروف في جمعات، اما الكارير يتبنى بالخدمه وبالوقت وبرشا بالانتاج برشا حوايج. فهمت معناها ما تجيش انت الانسان كارير وناجح وبكارير ويحكي عليه باش تطلب عليه فلوس، لا بالعكس تولي تجربه مهمه جدا في الكارير اللي قاعد تبني فيه. كيك سوا انا مهم جدا اني نتعامل مع رابور حلو تزيدني في كاريري وتشرفني، وهو لا ميم شوز يقول لك تتعامل مع وليد تزيدني في كاريري وتشرفني. بار كونتر يخدم خدمه مع انسان مش معروف يلزم ثم مصلحه في الوسط. اذا مش الكارير مش يزيدوا في كارير، واذا كان مش الاسم مش يزيدوا في البالماريس نتاعو، تولي نمشيو مرحله اخرى، هنا تزيدوا فلوس، هنا تزيدوا نوم من على الشان نمبورت، كل حد ومصالحه وين باش يلقاها. اما انا مانيش لابس نتاع ندفع لا نتاع باش يدفعوا لي بصراحه. انا لا ندفع ولا ناخذ. لا يدفعوا لي. انا نختار العبد الصحيح، ان شاء الله ربي يوفقنا، العبد اللي يخرج عليا في فكري ونخرج عليه في فكري. اللي وليد مخبيه وان شاء الله اول ما تخرج الاغنيه. ايه نجم نكلم ثلاثه من الناس، نجم يكون اربعه من الناس راه. ان شاء الله اول ما تخرج الاغنيه نعاود نكلم حسام انا مره اخرى ونجيب حظيكم. باهي وليد اللي فيت هذوما ونحكي لهنا الفيزيون بين الفن الشعبي والراب، تراهم يضيفوا للفن الشعبي والا لا الفن الشعبي قاعد يخرج من الهنك نتاعو وقت اللي ندخلوا لي بيت هذوما نتاع الهيب هوب؟ ما حتى هنك وما ثم حتى شيء، ثم 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 توندونس تاع موزيكا كل 10 سنين بريسك تخرج تخرج مع الات جديده، تخرج اكتشافات جديده، تخرج ما نعرفش انا فازات جديده هكا على المحلاها، تكون انت ذكي في اختياراتك معناتها افيك لي زارونجور اللي معاك تحط الموسيقى الحلوه اللي خارجه على الـ الـ على الاغنيه هذيك. الكلام الكل تونسي، الكلام نتاعنا تونسي، علاش احنا توا عندنا فنانين وتاريين ناجحين بالجلود نتاع الفن الشعبي والدرابك نتاع الفن الشعبي والذكر نتاع الفن الشعبي والمزود نتاع الفن الشعبي، وهو ينسب في روحه للفن العواده ويخدم كان في الفزازن نتاعنا والغيوط نتاعنا، واصلا اللي سجلوا له في استوديوهات هما عازفين يمتهنوا في الفن الشعبي. من جهه اخرى هذه باش نبداو فاهمينها معناتها. اي اثنين ما تنجمش معناتها ما تنجمش تخليه مكتف الفن الشعبي، معناتها انت ينجم الكلام التونسي نتاعنا والآلة المزود تكون موجوده في معناتها في بلايصها ونزيد معاه مثال كمانجات ونزيد جيتار باس. نزيد هو توزيع يطلب التوزيع يطلب منك باش تعمل باش تعمل باش تعمل مارياج اونتر موسيقى معينه مع التراديسيونيل اللي عندنا نحن، وتشوف العرس هذاك شنو باش يخرج. اما بدرايه مش اما وليد كيف نلقى
غنيه شعبيه معناها وانا نسمع الكلام شعبي ما نلقاش فيها مزود وما نلقاش فيها جلود ونحي المزود ونحط سكسو مثلا مثال شنو ونحط كاخون في بقعه البلاد هذا يضيف للفن الشعبي ولا يخرجها من الهنك نتاعو لا لا يضيف يضيف في حالات يضيف في حالات لا باش تهزها لحاجه معينه ما تنجم تعطي ليدونتيتي نتاع الشعر الشعبي هذيك مثلا تعطي ليدونتيتي نتاع الشعر الشعبي تعطيش ليدونتيتي نتاع آلة المزود ولا ما تعطيش ليدونتيتي نتاع البنادر والدرابك ولا والدورة اللي نتاعنا الفولكلور ما تعطيك الشعر اللي كتبها شاعر تونسي شعبي واللي قالها فنان شعبي وخرج على المحلاه خرج صوته وعطاها في الموسيقى هذيك وين المشكلة معناتها باهي وين المشكلة آخر مرة قابلتك وليد قابلتك في جنازة الراحل ربي يرحمه ويصبر الساحة الفنية الكل أشرف جربانة أشرف خاينة الله يرحمه وشفتك كنت متغشش شوية ما حبيتش حتى تعطي تصريح مع شكون شفتك متغشش متأثر مع الناس موجود واللي لاحظته زاد حاجة أخرى فما البعض الفنانين اللي من حقهم زاد يخافوا على رواحهم وكانوا موجودين في كرهبهم وليت شفتك قريب موجود مع الناس لآخر لحظة من المشكلة ما عندها هنا كوفيد في كوفيد شني من مانيش قاعد نمس ثم تبع ثم بروتوكول ثم تبع أما غشك منيش غشي وريتني دخلت في قلبي أنت بس تقول شفتك متغشش إلا فيش متغشش وين شفتني متغشش من الوضعية أنا شبيني ما شفتكش ما نعرفش بتاتر متنكر أنا بالبافيت واللونات وانت وين بالحق نحكي معك أي أنا موجود غطيت الجنازة تطلعش انت اللي تعاركت معك لا ما تعاركناش ما تعاركناش اما بالحق حسيتك متغشش تغشش يا اخي تو ما عندناش برشا ناس تعرف تغني في تونس راه انا كنت الكبار نتاعنا اللي خلاو بصمه في الفن الشعبي اليوم الاسامي الكبار كانوا معناتها 20 ولا 25 واحد كانت ثرية ساحة فهمت وكانوا كي يخدموا كان غناهم الكل اللي تسمع وكانت الناس تستنى ومنهم نحن وكبرنا نحن وجينا ولينا نغني ولينا نخدمه كي تشوف ما نحكيوش على على المهنة ما نحكيوش على شكون يخدم شكون ما يخدمش نحكيو على الفن الشعبي شكون اللي باش يثري كيما كانت الناس قبلنا تثري وكانت بالانتاجات متاعها ما عندكش بالحق كي تحك ركب وتخدم غربالك ما عندكش ناس تعرف تغني عندك ناس تغني اي برشا ناس تغني اما ناس تعرف تغني راه مقلي اللي تعدوا على الصوابع كي تشوف لي جون توا يعني كي تترزا انت توا الموت تهز واحد كيما اشرف يعرف يغني بالكدا في سن معناتها ب 35 سنه راك معناتها يمكن معناتها مش في شخص هو كهو معناتها يمكن احكي على روحي يمكن تسرح بيا الدنيا الحوايج اخرين مش تلقاني ما شو مش تلقاني معناتها وانا اليوم نخزن برشا حاجات ما لقيت حتى مسؤول موجود معناها لا من وزاره الشؤون الثقافيه ولا غيره مثالش خليني نقولها اشرف اعطى برشا للفن الشعبي عمل اغنيات وعمل هيتات ويستحق كونه ناس اللي سوا ديزون واقفه على ثقافه البلاد هذيا ترى بالجميل وحتى تكون موجوده الوقفه معنويه ما ثماش دوله خليني باش ما نقولش ما ثماش دولة ما ثماش قدر للفنان مالوغوزمون أحسن باش نكونوا لكن أنا من هنا نجم نقول لهم إن شاء الله يسمعوني راو عز نفسك تصيبه نفسك وانت تبيبه راو منش نستنى فيك أنت باش تعطيني قدري لأني عارف قدر روحي وعارف قدري بالكدا ويسلم لي الناس اللي تتبعني وأصحابي اللي تحبني معناتها من قرب ومن بعد هما اللي عاطيني قدري خاطر أنا عاطي قدر روحي وعاطيهم هما قدرهم ما تبقى ما تعطينيش قدري تتسمى أنت مطيح قدرك بيديك وما نستناكش باش تجي تغطيني في السياق هذا في السياق هذاك علاش ترفض اليوم اللقاءات الإعلامية ثم حاجة غشتني تو نحكيو فيك أنت تحب نحكيو قول لي ثم حاجة غشتني نهارتها من هكا من الغياب مثلا نتاع المسؤولين نلقى حضور إعلامي مثلا فهمني مش الكل راني كي نحكي ديما نجمع ونطرح مش الكل حاشا الناس الباهين وحاشا اصحابي اللي نحبهم وما عنديش مشكله مع الاشخاص فاهم نلقى حضور اعلامي وقت اللي كان غايب وهو حي فاهم راه مشكله كبيره هذه وان شاء الله توصل لهم وان شاء الله يسمعوني نلقى حضور اعلامي في الجبانه وقت اللي كان غايب تماما في حياة أشرف وقت اللي أشرف أنا مش ندافع على أشرف أي أنا ندافع على الفنان خاطر أشرف أنا يعني لي فنان يعرف يغني على الأخر ونجم يكون مش صاحبي في الدنيا ما يعرف يغني ما غير بالصفة علي ولا غيري وخسرنا قامة من القامات على الأقل خليني نحكي في اللي جان لي كيفنا نحن في عمري أنا
خسرنا وحايد من الناس اللي دمادم تعرف تغني، اللي ما عندناش منهم برشا احنا، كي تجي تحسبنا خمسة من الناس. فهمت؟ ما شوية بالحق شوية. أما خمسة شوية تظلم برشا. والله لا تانت أنا عادي تنسميهم لك أنا دخلت. باي سميهم لي الخمسة. مانيش نسميهم تتشيط أنا خاطر. أنت قلت لي. نلقى الحضور الإعلامي موجود وقت اللي أشرف ميت ويحب ياخذ معايا انترفيو ويحب يفري البرنامج نتاعو ويحب يظهر الناس اللي هو مواكب واللي هو درشنية وهو غلط. ريت وقتاش أنا نقبل مثلا انترفيو وقت اللي نلقاه في حياة أشرف موجود. وقت اللي نلقى أشرف واخو حقه معاه، وقت اللي نلقى أشرف وغير أشرف وأنا وغيري أنا والفنانين اللي موجودين قاعدين ياخذوا في حقهم الإعلامي وين يكلموهم البرامج هذوما يكونوا معاهم في التغطية ويكونوا معاهم في معناتها في مشاكلهم ويكونوا معاهم في خدمهم ويكونوا معاهم في دنيتهم، مات نلقاه موجود أوتوماتيك ما باش نلقاه موجود. أما ماكش موجود في حياته بعد باش نلقاك وقت اللي هو ميت وتزيد معناتها بكل صحة رقعة تحب تقول لي بلي شنو رأيك شنو رأي في شنو شنو رأي في شنو وقت اللي انت الراجل يبدا معناتها سقيه حفايه هو حي باش انت تجي تغطي له كواليس استوديو يسجل في غنايه وما تجيهوش وتطلب عليه في فلوس وتلعب عليه هو وغيره 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 وغيره. اليوم انت جاي تحب تاخذ كلمه هو ميت، معناها انت شنو تحب مني بالضبط؟ تحب تخرج فيها العبد الخايب تصويره الليماج الخايبه؟ قد تكون النيه اي نحكي قد تكون النيه كونه للتاريخ حتى هذا فنان كبير عطاه للفن الشعبي كونه نخليه حاجه حتى نيه. وهذا يصير في العالم الكل. لا حتى نيه حتى نيه في العالم الكل. ما عادش نعملوا كومباريزون في حوايج انكومبارابل. كيفاش؟ ما تقارنوناش احنا تونس بفرنسا ولا بلبنان ولا بمصر ولا يدي ما ثماش حتى 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 كومباريزون. احنا شعب ياسر طياره ما تحطينا في بلاد معناتها حاطين لنا وليد ما عادش عندنا برشا وقت حاطين لنا قوانين صفر تعملش كومباريزون. انت مع او ضد مع فنان كي نفقدوه ايه؟ اعلاميا نواكبوا الجنازه نتاعو تواكبوا هو حي نقبلك هو ميت داكا. اما تحقره هو حي وجي تواكبه هو ميت انت لان تلعب على التصاور. باهي قل لي علاش مؤخرا وليت ترفض اللقاءات الاعلاميه؟ نرفض مش نرفض معناتها بمعنى نرفض نعتذر. انا شني خدمتي مثلا؟ فنان تغني نخدم بلاش؟ لا طبعا تخلص الور كي تخلصني اي واحد من صحابي يخلصني هذا بروشين كيف يخلص الفنان تلقى الفنان موجود في البلاتو معك. انت اليوم باش تحضر في لقاء تلفزي تشترط كونه تاخو اجر سينو وخي انا مسؤولين وغدهم فيهش مشاكل هذه. لا عادي موجود هذا منه برش. منشط ثم منشط ينشط بلاش. ولكن تعرف فماش برامج زادة اليوم فيه قادرة تخلص ضيوف. كلموا الدولة تضخ لكم أموال وتستثمر وكلموا المستثمرين. قنوات خاصة هذه. ما يسألش كلموا المستثمرين. لو تجيك دعوة من القناة الوطنية تطلب فلوس؟ الوطنية فوق راسنا من الفوق ونورمالمون الوطنية تخلص هي ديجا خلصتنا قبل. نختم معك بآخر سؤال لقيته على انستغرام يسألوا فيك وليد صالحي. تغني في السطوحات ولا ما تغنيش؟ معناها تغني في السطوحات؟ يسألوا تغني اليوم في السطوحات وليد ولا ما تغنيش؟ لأنه فما بعض الفنانين اليوم ولاو يرفضوا يغنيوا فوق السطوحات ويعتبروا كونه فيه استنقاص من قيمة الفنان. عليه السطوحات يا أخي تو ثم السطوحات يطلعوا لهم ديسان ويطلعوا لهم عادي نغنيوا نغنيوا وقت اللي يبدا لوندروا مريقل ومنظم وعاملين له منصة حلوة ديكوراسيون حلوة باش نغنيوا يا أخي تو واحد عنده سطح فيه 300 متر مربع ويحب يعملها فاميليال وعنده دروج يهز مزيان ويحب يقدها ويعملها ديكوراسيون حلوة باش نغني عشان المشكلة. باهي وليد يعطيك الصحة. طيب. انا استمتعت بالحوار نتمنى تكون انت استمتعت ونخلي التعليقات للسادة المستمعين تلقاو الحوار موجود فيديوهات على باج ديوان. نخلي لك في 30 ثانية كلمة الختام ومن بعد نسمعوا واحدة من أجمل أغاني وليد الصالحي العيب سامع كلمة الختام. وليد كلمة الختام إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وإن شاء الله ربي يجل علينا هالغمة وإن شاء الله كل ميت الله يرحمه وينعمه ويبرد الثرى وكل حي إن شاء الله ربي يبقى عليه ستر. ربي يخلينا صغيراتنا وربي يحفظ لكم صغيراتكم وأماتكم وبيتكم ومعناتها وطلبوا ربي وحبوا بعضكم والحب يربح وما يخسرش. شكرا ليك وليد الصالحي ونشكر كامل الفريق يعطيكم الصحة. نتوحشكم برشا ملتقانا إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت وعلى نفس الفريكونس. أجمل تحية رامي موكلين إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.